بالذبيحة الإلهية الذي جرت بدير الزعفران بمناسبة انتقال روح سيدنا صلاح الدولباني بماردين وتوابعها. وأثناء الاحتفال كان الجسد القديس سيدنا مطوان محمد الدولباني موضوع في باب الهيكل. وأنا الحقير العبد الخاطي من أهالي آذخ بالتركي إيدل المعروف بالاسم عبد الأحد جيشان ابن جورجيس حادث جرديكا. قد ذهبت خصوصا وأخذت صوت هذا الاحتفال وصوت سيدنا الباتريارك يعقوب الثالث مع صوت سيدنا المطران كرياكوس وجميع الآباء الذي سيتلى صوتهم على آذاننا كصوت الأب المحترم الخوري نعمان أيدين مدياتلي مع صوت أخاه القس جبرو أيدين الواقف بإسطنبول مع صوت الأب إبراهيم هجو من بيت شلمة مع الأب يعقوب أيدوغان مع الأب قد سمعان تركار الموجود بالقامشلي والمشملي الخديقنو يعقوب تركار من مدياد مع الشماس يوسف إتمان وباقي الشمامسة الذي لا يسع لي الفرصة أن أدلي أساميهم. وقد أخذت هذا الصوت لكي يبقى تذكار للإخوان السامعين ولهذا كل من يسمع هذا الصوت يأتي بالرحمة على روح السيد المرحوم الذي أتينا بذكره قبل الآن. وأيضا بالرجاء من الحاضرين أن يترحموا على روح والدي المرحوم جورجيس حدك الذي توفى بالمالكية ديريك سوريا. Oh.
Thank you.
كل أحد. وقرب ونعم الكل والغريبين وادخلوا معي إبراهيم نير في لقاء نام شبكتو بسري هنا والمير علم Amen.
حسن تتلكى إلى العالم ليرجي المرء ممال. لا تبذل خدمة هذه الذبيحة غير الدموية، لأننا على رحمتك وليس على برنا متكلون. فلا يكون هذا السر الذي دبر لخلاصنا دينونة لنا، لكن واسطة لصفع خطايانا ولحمدك وشكر ابنك الوحيد وربك القدوس. الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. No, no, no.
تصيب وما فيها مش بقول دحرهم والحيد العلا I'm gonna be all that you want me to.
I'm
المضمرة. نذكر وتقبل ذبائحهم في رحاب سماواتك كافهم ببهجة الخلاص، واجعلهم لعونك أهلا، عززهم بقوتك وسلحهم بباسك، لأنك إله الله وإليك نودي حمدا وشكرا، وإلى ابنك الوحيد وروحك الكل قص الصرع المجدودا والموي المساوي لك بالجوهر الآن كل وانما إلى ويشاركون بأهل الذرع الروحانية أمنا للأحياء وتشجيعا لنا نحن الضعفاء ورغبة للموتى المؤمنين أبائنا وإخوتنا ومعلمينا بنعمة ابنك المعين ورحمة روحك الكل قدس الصالة والمسجود له والمعي والمساوي لك بالجوار الآن كل آن وإلى من ذاتنا من ذاتك قد جاء قد شايد قدم الشيخ لحظة من بشت حيك ضم من طنيا وجليم من دين من دستة من بعد شغل شرق مجاد تبين يطان مغر زنان ويكتم يقيام وانا رايك طف الصمتين فالي وانا رايك بيتان Oh,
بالرحمة والمغفرة لنا ولا ولا
قضاء حياتنا بغير خطية، واجعلنا عند أقدام أصفيائك متى وحيثما وكيفما شئت، وقل بدون أمان خطايانا لكي بهذا وبسائر نعمك يمجد ويبجل اسمك لكل الإجلال المبارك، واسم ربنا يسوع المسيح وروحك الكل خصوص الصالح، والمجهود له المعين المساوي لك بالجوار. كروبيم ويسبح السرافيم
ويبجل ألوف ألوف وربوات ربوات من الأجناد العاقلة. يا من تقدس وتكمل القرابين والأثمار التي ترفع إليك عرفا طيبا، قدسنا نفسا وجسما وروحا لكي نتوكى بقلب نقي ووجه طليق. يا أيها الإله بالسماوين ونصلي قائلين بالمجمع يا رب. بما لا نقوى على احتماله، لكن نجنا من الشرير ممهدا لنا من المحنة خلاصا. فنسبحك ونشكرك وابنك الوحيد روحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبد. أمامك طاطا رؤوسهم عبيدك المترجون رحمتك الجزيلة، فأسبغ يا رب بركاتك وقدس أجسادنا ونفوسنا وأرواحنا جميعا، وأحلنا لتناول أسرار المسيح مخلصنا المحيا. فنحمدك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك الكل قدسه الصالح المجد له والوحي المساوي لك في الجوهر الآن وكل آوان وإلى أبد الأبد. Oh.
لله
كان رمزا الى السيد المسيح. ومع هذا استولى عليه الموت من هذه الحياة، لأن الموت أمر إلهي يجب أن يخضع له كل واحد من الناس. فأبونا إبراهيم إذا انتقل من هذه الحياة الزمنية فكم بالحري الناس الآخرين ينتقلون من هذه الحياة. هنا في هذه الكنيسة شيخ جليل مطران تقي يخاف الله خدم كنيسته ورعية الله مدة طويلة، ينتقل هو أيضا من هذه الحياة مثل أبينا إبراهيم. فإذا تأملنا حياته نراها كلها خدمات، كلها وقار، كلها إيمان وتقوى. كلكم تعرفونه جيدا. حين أراد أن يصير راهب ترك كل شيء، كل ما في هذه الحياة، ترك عن تصميم حقيقي، عن رغبة صحيحة، راح إلى الدير. هناك ما كان يريد يشوف حتى والدته المرحومة ولا واحد من أقاربه. كل ذلك يبين لنا أنه أراد أن يتحد مع الله اتحاد حقيقي بانفصاله من هذه الحياة، يعني بانفصاله عن